احنا مش معقول كل ما يصير في شيء بالجبل نلم بورق ونروح نوقع عريضه والشعب يشكي والناس تحكي تقول خلص ما بدنا. احنا بدنا نروح بتوجه مختلف كليا، انه بدنا القانون يطبق على منطقه جبل الويبده، وبالاخص انه نحاول نبلش بتوجه تسجيل البيوت اللي موجوده فيها تراث، وهذا بحميها من التغول اللي عم بيصير عليها، وبنفس الوقت نسجل المنطقه كلها. حملت محلي تأسست بآخر 2019، وكان الهدف منها لما بلشنا نشوف تغول تجاري لماركات عالمية عم بتفوت أو بتفكر تفوت على منطقة جبل الويبدة ووسط البلد، فتوجهنا على السريع تأكدنا من الموضوع. لما اكتشفنا أنه التوجه مزبوط بشرنا بإطلاق حملة، اشتغلنا عليها مدة طويلة وجهزنا عريضة وبلشنا بتوقيع العريضة، وكان التوقيع تبع العريضة بشهر تقريبا واحد. بلشنا بالحملة، حصلنا ما يقارب 3000 توقيع، أغلبهم كان ورقي، وبرضو عملنا حملة إلكترونية أخذنا منها برضو توقيع. وكان النص العريضة واضح بأنه نحن نرفض كسكان جبل الويبدة دخول أو السماح لأمانة عمان الكبرى، لأنه عريضتنا موجهة لأمانة عمان الكبرى، وجهتوها لأمانة عمان الكبرى العريضة. نعم، لأنه هي الجهة المتخصصة في التراخيص، فمن طالبهم بعدم السماح لترخيص الأماكن التجارية بالأخص الماركات الأجنبية والمحال الكبيرة، يعني حتى لو كانت المحال محلية بس برضو ممكن تضر جبل ويبدة. وتوجهنا كان واضح أنه نحن بدنا نحمي المحلي من سكان، من ناس بيشتغلوا ودكاكينهم مصالحهم قديمة وحتى لو جديدة بس مشروعها محلي، فكان هذا الهدف، حماية المحلي، مشان هيك اسم حملتنا محلي. طيب لينتا لو تحكي لي كيف كانت استجابتهم، استجابة أمانة عمان لما قدمتوا لها هاي العريضة؟ هلأ احنا قدمنا العريضة يعني بعد ما خلصنا توقيع بتخيل بشهر 2، وللأسف ما إجا عنا تجاوب. يعني إحنا قدمنا العريضة من خلال عضوة في لجنة أمانة عمان منتخبة عن منطقة الويبدة والعبدلي، هي كانت الوسيط بيننا وبين أمين عمان. قدمنا العريضة من خلالها ووصلت، وقدمنا نسخة منها وقتها لرئاسة الوزراء، قدمنا نسخة منها لشركة جزء من الشركات اللي إحنا شايفين إنهم راح يفوتوا، لا برضو للعلم. وبعدها بمدة قصيرة صار في فترة الحظر والإغلاق، فإحنا ما وصلنا رد رسمي. هلأ بعد فترة الحظر واللي هو إحنا هلأ يعني موجودين فيها، لاحظنا إنه في محال صارت فاتحة بمنطقة البلد، وفي بجبل الويبدة صار في محل ماركة عالمية فتح، وفي واحد تاني عم يفتح. فإحنا مباشرة توجهنا مرة تانية برسالة متابعة برضو عن طريق اللجنة المحلية لمنطقة العبدلي لمكتب أمين عمان، إنه إحنا عم نتابع مطلبنا بمطلبنا الشعبي، لأنه أنت عم تحكي 3000 توقيع بالرفض، فايش صار فيها؟ وكمان للاسف ما اجانا رد. طيب لينتا احكي لي كيف بلش التغيير؟ يعني التغيير بلش تدريجي بالمنطقه، بلشت تحسوا عليه ولا فجاه هيك لقيتوا في تغيير، هذا التغيير واضح وشامل؟ هو شوفي التغيير كان تدريجي، اكيد بلش في يعني في توجه خلينا نحكي بلش بمبادرات محليه وكان جميل الصراحه، يعني بلشت الويب تنتعش شوي شوي. هي منطقه اصلا سكنيه ومن المناطق القليلة بعمان اللي سكانها ضلوا فيها، يعني صدفة تشوفي عائلات طلعت من جبل ويبدة إلا اللي مثلا اللي طلع من بيت أهله، بس بيت أهله بعده موجود، فالنسيج السكاني بعده متواجد بجبل ويبدة. بلشت شوي شوي الاستثمارات تبلش، ولما بنحكي إحنا استثمار، إحنا الاستثمار إشي إيجابي، إحنا بنسميه تغول لأنه التغول إشي سلبي. بدايتها كانت مشاريع صغيرة، فنانين، مبادرين شباب بلشوا مشاريع مميزة بجبل ويبدة، بلشت تعيد إحيائه وتكمل على مسيرته الثقافية، لأنه هو كان معروف من زمان أنه جبل الثقافة تبع عمان. بعد فترة قصيرة بلشت للأسف الموجة اللي ضرت كتير ناس، ونحن منهم يعني السكان الجبل والعاملين فيه، أنه بلشوا ييجوا التجار يحاولوا يدفعوا مبالغ أكثر بالمحلات، فصار في كمان للأسف طمع
من أصحاب الأملاك، فبلشوا يطلعوا المحلات الصغيرة ويفتحوا محلات كبيرة. هون بلش الجبل يخرب. بعديها صارت السمعة تزيد على الجبل، إنه صار يعني مكان إنه جاذب للناس. بلش يجي عليه ناس، صار في ازدحام، بلش يصير فيه حتى مشاكل شوي. واحنا حتى اللي انت بنعرف انه يعني منطقة جبل الويبدة هي منطقة يعني معروفة بالأردن، هي منطقة ثقافية، يعني الناس بحبوا يروحوا، حتى شوارعها مسمية بأسماء يعني لا احنا يعني هم قدوة لنا بالثقافة بالمعرفة بالعلم. فيعني انتوا عم بتشوفوا انه هذا اللي عم بصير هو تغول مش انه تطور. خلينا نحكي، طيب ليندا لو تحكي لي هلا انتوا لما توجهتوا بهاي العريضة على أي أساس استندتوا بهاي الحملة؟ هل كان الأساس تبعكم اللي استندتوا عليه أو الركيزة اللي استندتوا عليها إنساني أخلاقي أو حتى هو قانوني؟ هلأ إحنا بالبداية لما توجهنا كان إنساني شعبي، يعني كان توجه شعبي، مطالب شعبية، وإحنا من آمن إنه القرار الشعبي أقوى من أي شيء تاني. بس هلأ حاليا إحنا توجهنا بشكل مختلف، كونه القانون تبع حماية التراث العمراني والسكاني تم إصدار تعليماته. القانون تم إصداره بال 2005. ضمن القانون كان في اجتماع للجنة ضمن بنود القانون، اللجنة اجتمعت بعد 15 سنة. بال 15 سنة هدول عمان شبه ضاعت ملامحها، لأنه لو القانون تنفذ وبلش يشتغل من 2005 كان في كثير مناطق ما خسرناها. هلأ حالياً تم إصدار التعليمات، فهلأ توجهنا اختلف. إحنا مش معقول كل ما يصير في إشي بالجبل نلم بورق ونروح نوقع عريضة والشعب يشكي والناس تحكي تقول خلص ما بدنا. إحنا بدنا نروح بتوجه مختلف كلياً، إنه بدنا القانون يتطبق على منطقة جبل الويبدة، وبالأخص إنه نحاول نبلش بتوجه تسجيل البيوت اللي موجودة فيها تراث، وهذا بحميها من التغول اللي عم بيصير عليها، وبنفس الوقت نسجل المنطقة كلها كمنطقة حضرية اللي هي بتتضمن التاريخ السكاني، تاريخ السياسي، تاريخ الحضري، تاريخ المعماري كلياتها. فهيك احنا بنحميها، ترجع منطقة محمية، واللي صار فيها صار، ما رح نقدر نغيره، بس على القليل اللي ما نروح لا أسوأ من اللي موجود. طيب ليندا، يعني قد يقول قائل بأنكم أنتم ضد الحداثة، ضد التطور، ضد التغيير، خاصة أنه يعني بدول العالم كافة في مدن وأحياء بتتغير، شو تعليقك على هذا القول؟ شوفي هلأ إحنا مش ضد الحداثة ولا ضد التغيير والتطور، كل شيء بتغير إحنا بنتغير، بس نحن ضد الهدم لسبب التغيير. يعني عمان كبيرة وعمان عم تتوسع، فإحنا اللي بده يبني مبنى بقدر يبني بأرض فاضية، ليش يجي ياخد أرض كان مزروع فيها شجر قديم وبناء قديم؟ حتى لو البناء ما كان تراثي بس فيه تاريخ حضري، بهدوه وبيبنوه على القانون الجديد اللي هو بيمشي على خط تجاري ومبنى ضخم. فحتى الهيئة العامة تبعت الشكل للويبدة عم تتغير. فإحنا هذا اللي عم نقول، إنه إذا بدك تهد وتبني وبدك تستثمر أرضك حقك، بس امشي على نفس النطاق الموجود. بس للأسف لما حدا بده يبني مبنى تجاري ما برضى يبني بالأقلية، بده يبني بأكثر فرصة عنده عشان يستفيد ماليا، وهذا حقه، بس برضه حقنا نحن نحافظ على منطقتنا. فإحنا بنطلب من المستثمرين بالعادة إنه يا أما يكون لطيف على المنطقة، وفي منهم كانوا لطيفين مع المنطقة وألفين معها، وفي منهم لا للأسف عم بيكونوا وبيحكوا بصيغة المستثمر. أنا رح أوظف ناس، أنا عم بحيي المنطقة، المنطقة ما بدها أحياء، المنطقة حية من يوم يومها، غنية بالثقافة وبأهلها. اللي بده يجي يستثمر مصاري فيها ما بقدر يجي يحكي أنا بدي أحيي جبل الويبدة، وبنفس الوقت ما بقدر يجي يحكي أنا بدي أوظف ناس، لأنه أنت بالمقابل عم تقول بدك توظف ناس، بس بالمقابل عم تقطع رزق ناس، وصارت كتير للأسف. وكل المحلات الموجودة بالويبدة، إحنا عملنا دراسة واسعة كتير، كل المحلات الموجودة بالويبدة خلينا نحكي 90% من سكانها وارثينها من أهلهم وجدودهم، محل الخضرة ومحل الصيدلية ومحل كلها ناس قديمة. فإحنا بدنا نحافظ على هذه المهن القديمة ما تضطر تطلع ويتحولوا من أصحاب مهن صغيرة لموظفين. طيب ليندا، لو تحكي لنا فرضا أنتوا توجهتوا للأمانة، لأمانة عمان، ورجعتوا ذكرتوها بيعني الورقة اللي قدمتوا إياها،
في حال ما ردوا عليكم شو الخطوات اللي رح تتبعوها؟ هل رح ترجعوا فرضا لمجلس النواب او في عندكم خطوات ثانيه موجوده بعقلكم انتم حاطينها رح تمشوا عليها في حال ما حدا تجاوب معكم؟ اكيد. شوفي هلا احنا عم نواجه مشكله بشكل عام مع الحكومه انه احنا اي توجه عم نقدم له ما عم بيجي له استجابه، يعني لا عم بيجينا استجابه من الاعتراض على البنايات اللي عم تطلع، لا عم بيجينا استجابه على الاعتراض على المحلات التجاريه، ولا عم بيجينا استجابه على فكره على الامن وحمايه المنطقه، لانه احنا توجهنا بتقرير كامل ايش عم بيصير مخالفات من الزوار اللي عم بفوتوا على الجبل، وبرضه للاسف ما في رد. احنا هلا يعني عملنا مخطط كمجموعه من الحمله. اول مخطط كان هو نكون بال يعني خلينا نحكي بالمكان الامن انه نتوجه للجهات الرسميه، الجهات الرسميه ما تفاعلت معنا، نحن هلا رح نروح للطريقه الثانيه اللي هي التوعيه للاعلام. هلا عم نشتغل على موقعنا على صفحتنا بصفحه محلي بالفيسبوك وبالانستغرام، عم نتوجه لتوعية الناس قديش مهم المحل القديم، فبلشنا نكتب قصص عن المنطقة. فإحنا هلأ عم نشتغل على التوعية، عم نشتغل على قانون التراث هو اللي يحمينا، لأنه بالنهاية قانون بضل. ليندا سريعا، شو هي أبرز توصياتكم، أبرز مطالبكم؟ إحنا مطالبنا إنه يسمعونا مبدئيا، إنه يعني أنا الصراحة مصدومة ومش كتير يعني مبسوطين إنه نحن 3000 بني آدم وقع على عريضة ما أي حد ما ردوا علينا فيها، فإحنا بدنا إياهم يسمعوا صوتنا. إحنا الشعب والأمانة هي أمينة على أصواتنا وأمينة على المدينة.